السلام عليكم. كما تابعنا في الحلقات السابقة، النسخة الأولى ديال كأس العالم ديال 1930 تقامت في الأوروغواي، جات من بعدها نسخة 1934 في إيطاليا. لتحديد ما كان النسخة الثالثة، الفيفا غدير في 13 غشت 1936 الاجتماع في برلين برئاسة جول ريمي. المنتخبات ديال القارة الأمريكية كانت كتنتظر أنها غتحصل على شرف تنظيم البطولة تحت شعار التناوب، لكن رئيس الفيفا الفرنسي ريمي غيدير لهم عمرة في خاوية وغيعطي شرف تنظيم هذه البطولة لفرنسا بعد ما ترشحوا مع الاحتضان المسابقة ألمانيا والأرجنتين. بعد ما عطاو حق تنظيم البطولة لفرنسا، الأرجنتين معجباش الحال وغتقرر تنسحب منها، ودارت على كاع دول القارة الأمريكية باش تضامن معاها ودير بحالها بعد ما قالت لهم بأن الأوروبيين قلبونا، وبسببها غتنسحب كاع المنتخبات ديال القارة الأمريكية ما عدا كوبا والبرازيل. غتنسحب ميريكان والمكسيك، السلفادور وكولومبيا، كوستاريكا والسورينام. البرازيل حضرات حيت كان عندها لاعب أسطورة هو ليونيداس، حضرات رغم مقاطعة أمريكا اللاتينية حيت كانت متأكدة أنها غتدي الكاس. النسخة الثالثة ديال فرنسا عرفات قبل الانطلاقة ديالها بزاف ديال الأحداث. أوروبا كانت شاعلة سياسيا بسبب هتلر. هتلر اللي توج مع الجنرالات ديالو في اجتماع وحط لهم خريطة أوروبا وقال لهم أشي بان لكم. بالخوف قالوا ليه ما يمكنش نشوفوا حسن منك وكلامك هو الكبير. هو يبدأ يترعد عليهم كيفاش ألمانيا العظيمة العاصمة ديالها برلين جات حدا الحدود. هاد الشي ما يمكنش، ديروا خدمتكم، واللي ما قادرش يجلس في داره. ردوا كاملين بالتحية النازية وقالوا ليه اعتبرها من غدا في الوسط. هتلر ما غيكتفيش غير بولونيا، غيهجم حتى على النمسا وغيقول لهم النمسا حتى هي ديالي حيت ناسها تهضروا بالألمانية. بسبب التوتر اللي كان في أوروبا، بزاف ديال المنتخبات الأوروبية غتنسحب حتى هي. غينسحب المنتخب الإسباني اللي كان عنده منتخب قوي وما قدرش يشارك بسبب الحرب الأهلية. أما النمسا فبعد ما هجم عليها هتلر منعهم من المشاركة باعتبار أن ألمانيا كتمثلهم، واختار من المنتخب القديم 4 ديال اللعابة، وأحسن لاعب عندهم غيفضل ينتحر على أنه يلعب تحت راية ديال هتلر. الإنجليز ما غاداش تشارك حتى هاد المرة بسبب التكبر ديالها للمرة الثالثة، واللي كانوا تيقولوا أن الفريق ديالهم قوي ما خاصش يلعب التصفيات وخا تكون التصفيات ديال كأس العالم. هاد التكبر اللي نادمين عليه لحد الآن. في هذيك الفترة كانت الفوضى ماشي غير في أوروبا، كانت في كاع العالم. كانت فوضى كتمهد الحرب العالمية الثانية، طبولها بدات كتدق بين دول المحور بقيادة ألمانيا وإيطاليا واليابان، وبين الحلفاء بريطانيا العظمى وفرنسا وروسيا. موسوليني اللي داق حلاوة الاستفادة من كأس العالم اللي تقامت عنده في إيطاليا في 1930 استحلاها، رغم أنه ما كانش بالمهتمين بكرة، إلا أنه عرف الأهمية ديالها في الترويج للنظام ديالو الفاشي واستغلال الشعبية ديالها بالجماهير باش يغرس فيهم القومية. فهاد البطولة الفيفا غتختار 13 حكام كلهم من أوروبا، وغتسمح بالتحية النازية. داروا هاد التحية الألمان لكن الطاليان ما قدروش يديروها، والسبب أن فرنسا كانت عامرة بالطاليانيين اللي كان نفاهم موسوليني وحضروا حتى هما يتفرجوا. كون داروا هادوك اللعابة ديك التحية الفاشية كون هبطوا ليهم وكلوهم. فرنسا غطلب من هتلر باش يسمح للجماهير الألمانية تسافر وتساند المنتخب ديالها، حيث هتلر كان مخرج قانون ممنوع لشي تجمع ديال الألمان فيه أكثر من 30 واحد يضرب مسافة 200 كيلومتر خارج الحدود ديال ألمانيا، وهذا الطلب غادي يرفضه هتلر. هتلر ليلا كان نظم أولمبيات برلين في 1936، أي عامين قبل المونديال، وكان بدأ البروباغاندا ديالو واللي كتقول أن الدم الأزرق الألماني غيكتسح العالم حتى رياضيا. والنتيجة أن في هذاك المونديال كاع الجماهير كانت كتصفر على المنتخب ديالو وضده. ألمانيا غتلعب المباراة الافتتاحية ضد سويسرا، وهذا اللقاء غادي ينتهي بالتعادل. النظام اللي كان معمول به شحال هادي هو اي ماتش سال 90 دقيقه ديالو بالتعادل كتزاد ليه 30 دقيقه اخرى، والا سال حتى هي بالتعادل كيتعاود الماتش. داكشي علاش بعد ما سالت المباراه الافتتاحيه بين سويسرا والمانيا بالتعادل غادي يعاودوا هذاك الماتش. وفي ماتش ديال الاعاده سويسرا غتكتسح المانيا باربعه لجوج، وغتثبت الكذوب ديال نظريه هتلر قدام الشعب ديالو واللي كان حتى هو متيق راسو.
ألمانيا في هذه البطولة كانت مكروهة من بودا تا واحد ما حاملها، تماما بحال هذه البطولة ديال قطر، كاع اللي كانت يشجعهم من قبل ولا تكرههم. وأسطورة الماكينات البلاندي خربقوها الكمبيوترات اليابانية. في هذا المونديال الألمان خسروا كاع هذاك الهيلمان اللي جمعوه هذه عقود، بالإضافة حتى الغاز قطر. خسروا حتى دعم الفيفا اللي دارت لهم أكبر عامرة في خاوية بسبب التجرؤ ديالهم عليها. تجرؤوا على الفيفا اللي هي إمبراطورية أقوى من أي دولة عظمى، وخلوا إسبانيا تلعب لعب خسرت به ضد الجابون حسيمسي، وقصات الماكينات المصدية. بل أكثر من داكشي بسبب لقطة سدال الفم سدوا لهم فمهم وعينوا لهم مرة غير في الماتش ديالهم، رغم أن المونديال تمشي بريتم عالي على أي مرة، وخا تكون هاد المرة طوب ديال الطوب، قلة تجربة غتخليها دير أخطاء قاتلة. الرجال وتيوحلو، وهذا راه ماشي تنقيس من المرة، هذا غير توضيح اللعب اللي داير. وكملوها من جابوا لهم أوزيل وسهلوا ليه الوصول للصحافة، وانتقم منهم على داكشي القديم اللي داروا معاه، وقال لهم أن الكرة في ألمانيا مشات مع الرجولة. بل حتى أن الألمان بريوسهم ولو تقلبوا على هاد الرجولة وداروا قاع انقلاب، بغاو يرجعوا زمن الإمبراطورية، ولولا لطف الأقدار الإلهية كنت رونات الدنيا. في بطولة كأس العالم ديال فرنسا 1938، في الربع النهائي غتلعب فرنسا مع الطليان. الفرق بجوج كانوا تيلعبوا بنفس اللون اللي هو الزرق. الحكم غيعيط على العامدين باش يديروا لهم القرعه شكون يبدل، حيت خداو العبره من النسخه السابقه ولو تيجيبوا معاهم اللبسه الاحتياطيه. القرعه غتحكم على الطالياني يبدلوا، وكان عندهم جوج خيارات، اما الابيض او الكحل، حيت جابوا معاهم ثلاثه ديال اللبسات. العميد ما قدرش ياخذ قرار حيت موسوليني كان حاضر، وقال لهم تسلناوني واحد جوج دقائق نمشي نسول موسوليني. مشى سولو وقال لهم غتلبسوا الكحل. ولاول مره في التاريخ طاليان كتلبس لبسة كحلة وكتفوز بها. كانت الأمور غدا مزيان للبرازيل في هذه البطولة، حتى وصلوا للنصف النهائي واللي غادي يلعبوه مع الطاليان. المدرب البرازيلي غيحقر الطاليان وخلى ليوناديس يرتاح وما لعبوش، وحيت ما لعبوش غادي يخسروا بجوج لواحد، ورغم هذا الشيء ليوناديس غادي ياخذ هداف البطولة بثمانية ديال الأهداف. الطاليان غتوصل للنهائي وغتلعب مع المجر، ورئيس الفيفا جول ريمي غيعيط على رئيس فرنسا باش يحضر لهذا النهائي ويضرب كرة البداية. هذا الرئيس الفرنسي اللي ما كانش عنده مع كرة وعمره قاسى في حياته، غيبغي يضرب كرة وغيزقلها وغيضرب الأرض وطاح على وجهه في شوهة عالمية. ومن يجلس في القاعة الشرفية سول جول ريمي وقال ليه فين هو المنتخب الفرنساوي في هاد جوج المنتخبات. رد عليه ريمي فرنسا في هذا النهائي تمثلها الحكم سيدي الرئيس. كانت هذه البطولة أول بطولة ما كتربحاش الدولة المستضيفة كما دارت الأوروغواي ولا الطاليان. فرنسا شاركت غير بسبب ريمي، ريمي اللي خرج قانون أن الدولة المستضيفة تأهل ديريكت بلا تصفيات، ودخل معها حتى الدولة الفائزة السابقة. المباراة النهائية قلنا جمعت بين الطاليان والمجر. موسوليني غيصيفط رسالة قراها عليهم المدرب فيها ثلاثة ديال الكلمات، هي النصر أو الموت، واللي بسببها غير بحط طاليان بربعة لجوج، وغيولي أول منتخب تحقق البطولة جوج المرات متابعة. بعد المباراة النهائية الحارس ديال المجر الشهير أنتال غيقول في واحد الاستجواب ديالو، في الحقيقة أنا فرحان حيت إلا كانت الخسارة ديال بلادي غتنقد 11 لعاب ومدرب فمرحبا بها. بعد ما ربحت إيطاليا كأس العالم موسوليني غيجهل، غيخلي كل شيء وغيبقى مقابل غير كرة، بنى عليها البروباغاندا ديالو، وبدا كيجهز المنتخب الطالياني للمونديال الجاي ديال 1942 واللي ما غاديش يدار، حيت الحرب العالمية الثانية غتبدا وغدير أكبر دمار في تاريخ البشرية. نهار فيها نضام موسوليني وهتلر بعد ما رونوا الدنيا وردوا أوروبا خربة. في انتظار حكاية جديدة من حكايات مونديالات كأس العالم، دائما المغرب هو الأصل والباقي تقليد. تحياتي.